السلام عليكم. ازيكم؟ اخبار امريكا بحب اتكلم فيها قوي، يعني خلي بالك اللي بيحصل في امريكا بيترد عندنا في اي حته في العالم، وله ابعاد كتيره قوي، والاقتصاد الامريكي مرتبط بالاقتصاد العالمي بشكل كبير لان هو اقوى اقتصاد في العالم. بس المره دي انا جايب لك قصص، معلش هي الحلقه هتقلب قصص معرفش ازاي، بس كل حدث بيحصل في امريكا بيبقى وراه قصه كبيره جدا، والاعلام الامريكي بيغطي المواضيع بشكل مستفيض شويه، يعني سهل ان انت توصل للقصص او للمعلومه من اولها لاخرها، مفيش مشكله. دلوقتي نبتدي منين؟ نبتدي من قصه يعني ممكن تكون جيدة. انت عارف جورج بوش لسه عامل خطاب ملوش اي 30 لازمة، وانا جيت قلت لك عليه خطاب كده طلع وقام ايه، كان عاوز يشتم بوتين، وبدل ما يشتم بوتين شتم نفسه زي ما حضرتك هتشوف كده بالظبط. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. حتى هتلاقي بوش اتلخبط قال لك ورجع تاني في كلامه، الراجل كان بيشير لنفسه. الخطاب ده وراه قصه كبيره قوي. ايه القصه؟ وده معلش الربط ده من عندي. فوربس منزله خبر مفزع، وراها سي ان ان، وراها بي بي سي، كلهم عمالين ينزلوا نفس الخبر. ايه الخبر؟ هي قصه بقى، واحد اسمه شهاب الشهاب مواطن عراقي كان راكب طياره وفي حاله، يعني ما بيعملش اي حاجه قاعد كده، فجي واحد قاعد جنبه في الطياره، الظاهر الراجل ده دمه خفيف او بيعرف يتكلم مع الناس، بيعرف ياخد ويد يعني، فعجب شهاب وابتدت المحادثات بينهم هما الاثنين، وقعدوا يتكلموا في مواضيع عامه يعني. على فكره القصه دي مش من نسيج خيالي ابدا، ده مكتوبه كده، مكتوبه كده. فالحقيقه ان شهاب الشهاب وهو بيتكلم مع الراجل الحديث تطور ان هم بيتكلموا على امريكا، يعني بدل ما يتكلموا في امور عامه ابتدوا يتكلموا على امريكا، وابتدى شهاب الشهاب يشتم في امريكا ويشتم في الامريكان، وابتدى الحديث يتطور ان هو مش بيشتم في امريكا والامريكان بشكل عام، ده بيتكلم على بوش الرئيس رقم 43 للولايات المتحده الامريكيه. ابتدى شهاب الشهاب يتكلم عليه بغضب شويه، ويبتدي ان هو يتذمر منه، وقام قايل للراجل اللي قدامه قال له بص بقى، اوعى تفتكر ان انا هسيب الراجل ده، الراجل ده خرب العراق وانا مش هسيبه. فالراجل اللي قاعد جنبه قال له هتعمل ايه يعني؟ قال له انا هعمل ايه؟ انا هختال بوش. قال له هتختال بوش؟ قال له ايوه، ما احنا مش هنسكت على اللي فيه ده، واحنا مش هنسيب بوش في حاله. الراجل قال له ثانيه واحده، انت هتختال بوش ولا احنا هنختال بوش؟ عشان تفرق، اصل احنا حاجه وانت حاجه. قال له لا احنا. قال له يعني احنا اللي هم مين؟ قال له اصل انا ههرب اربعه من اصدقائي العراقيين يجوا هنا يساعدوني في اغتيال بوش. والحقيقه ان نهايه كلام شهاب الشهاب مع الراجل اللي قاعد جنبه قال له على فكره عشان بس تبقى عارف وتعرف ان انا بتكلم جد، انا جندي ومكلف بمهمه محدده وبنتظر الاوامر بتاعتي من قطر. على فكره هو مكتوبه كده بالظبط، منتظر الاوامر بتاعتي من قطر. ايه اللي جاب قطر لاغتيال جورج دبليو بوش؟ معرفش. خلاص؟ واكيد الصحيفه مش تكتب. بس بالعقل كده والمنطق لو انت هتقدر ان الحكومة القطرية عاوز تختال بوش يبقى احنا مش صح. على فكرة قطر من ابرز حلفاء امريكا، وقطر عمرها ما تفكر تختال او تقوم باي عملية اغتيال. مش دي الرابطة، الرابطة ممكن تيجي ان انت عندك ارهابيين قاعدين في قطر، وده موضوع تاني. انت عندك اخوان وناس من الاخوان قاعدين في قطر، فممكن ده يكون بيوجه اي حد هناك. تكمل حكاية شهاب. شهاب بعد ما نزل من الطيارة، وعلى فكرة بيقال ان هو حديث كان مطول بين شهاب والراجل اللي قاعد جنبه، اتضح ان الراجل اللي قاعد جنب شهاب ده مش شخص عادي ولا شخصية ودودة ولا حاجة، ده مخبر في الاف بي اي اللي هي الشرطة الفيدرالية الامريكية. انت متخيل؟ فمن ساعة ما شهاب نزل من الطيارة وهو متراقب من الاف بي اي، ما كانش قبليها ان هم كانوا شاكين فيه وبعتوا له المخبر ده. خلي بالك بعد حديث شهاب ده ما بقاش مراقب فقط من الاف بي اي، ده بقى مراقب من السيل. السيل دي اللي هي سبيشال فورسز، قوات خاصه في الشرطه الامريكيه او الشرطه الفدراليه الامريكيه، اسمها السيل. انا اول مره اعرف ان السيل بتراقب، بس يعني انا اللي اعرفه ان السيل دي بتقوم بمهام خاصه، بس هو بيقول لك ان السيل كانت بتراقب، بس لان الموضوع قلب امن قومي بالنسبه للامريكان. اكتشفوا ان شهاب ده ما بيهرجش فعلا ولا بيطخ كلام. شهاب حاول يهرب اربعه من اصحابه جايين من العراق، وراح بالفعل لدالاس عشان يراقب مقر إقامة جورج دبليو بوش. خلي بالك جورج دبليو بوش مقيم في دالاس لأنه بيقول إن أنا أول رئيس من الكاوبويز، يعني هو بيعتبر نفسه من رعاة البقر يعني أو كاوبوي، هو على طول يلبس بوشنيطة والكلام ده كله. فبيت جورج دبليو بوش يعتبر في دالاس من أشهر بيوت هناك، فلقوا إن شهاب واقف قدامه بالفعل وبيحاول إن هو يسجل كل حاجة ويشوف إيه اللي طالع وإيه اللي داخل من بيته والكلام ده كله، بحيث إن هو يقوم بعملية اغتيال ضد رئيس الولايات المتحدة السابق.
تسأل نفسك سؤال مهم جدا، ايه اللي خلى بوش ينسحب من لسانه وما تفهمش؟ يعني خلي بالك اصل بوش ده فعلا فعلا هو اللي خرب العراق بناء على مزاعم وحاجات من خياله كده، مجرم يعني، بحبوش بوش ده. مهم، دي كانت اول قصة. تاني قصة، قصة برضو مأساوية وحزينة جدا. قصة ايه بقى؟ كان في واحد اسمه سلفادور راموس. سلفادور راموس ده ولد عادي جدا يعني في حاله، بس قصته مأساوية شوية. ان امه كانت مدمنة مخدرات ورميته عند جدته، فالولد عايش قصة مأساوية وهو صغير ونشأ مش قد كده، هو صغير جدته ما بتعتنيش بيه كويس. سلفادور راموس ده ما بيتكلمش مع حد يعني، حتى لما جم سألوا المنطقة عنه ما لقوش اصدقاء كتير له، ما بيتكلمش مع حد وحد انطوائي كده شوية وفي حاله قوي. سلفادور هو ملوش غير صاحبة واحدة، وهي اصلا مش صاحبته، تعتبر بقى حب كده، هو بيحبها بس هي ما بتحبوش، ما تعرفش يعني. المهم يوم عيد ميلاده 18، يعني شوف لسه بيتم 18 سنة، بعت لصاحبته قال لها على فكرة انا هعمل النهاردة عملية كبيرة قوي. قالت له هتعمل ايه؟ قال لها لا ده انت هتسمعي في الاخبار، عملية هتهز امريكا كلها. البنت افتكرت ان سلفادور راموس ده بيهرج، اصل ولد عنده 18 سنة يطخ اخبار بقى يعني، ايه يا عم هتلعب لعبة ولا ايه ولا هتعمل ايه؟ لا لا الولد بيتكلم جد. نزل دخل محل سلاح واشترى بندقيتين اسالت رايفل. اسالت رايفل يعني بنادق هجوميه، يعني هو مش داخل يشتري بنادق صيد. تخيل الولد اول ما تم 18 سنه اشترى بندقيتين ممكن يستخدمه في الحروب، وقام راجع بيهم البيت. اول ما رجع البيت يا باشا قال لك انا هبتدي بقى ايه الشغل. طلع على مين؟ طلع على جدته تيتا، ما هو عاوز يجرب في تيتا. فطلع قام ضارب جدته بالرصاص، وجدته في حاله حرجه جدا لحد دلوقتي بيقال انها ماتت. ما مش متأكد من الخبر ده لان انا ما اعرفش بصراحة، بس يقال انها ماتت. ده كان خبر قريته بس في مكان واحد ان الست دي ماتت. وبعد ما طخ جدته كمل الرحلة بقى، ما هو قال لها عمل عظيم يعني، عمل عظيم مش هطخ جدتي. لا طلع على فين بقى يا باشا؟ طلع في ولاية تكساس ومشي كده، وقام عامل حادثة في حفرة. على حسب CNN هي العربية بتاعته نزلت في حفرة كده وخيشت. خيشت دي يعني عملت حادثة ايه على المشي يعني، او لبس في حيطة كده صغير. الحقيقة بعد ما عمل الحادثة دي قام طلع يجري عن مدرسة، مدرسة اسمها روب إليمنتري سكول أو روب الابتدائية، مدرسة ابتدائية يعني. بقولكش هو دخل على مدرسة بتاعة ثانوية مثلا، ناس بالغين مثلا، بقولك ابتدائية، عيال عندها 10 سنين 11 سنة أكبرهم 13 سنة، ده الكبير اللي فيهم. ويا باشا قام طالع ومسك البندقيتين وطلع يجري على المدرسه. مين اللي شافه؟ اتنين من رجال الامن الامريكان، وكانوا كانت دوريه كده ماشيه بالعربيه، شافوا واحد بيجري ببندقيتين وداخل على المدرسه فقروه، حاولوا يضربوا عليه نار ما نفعش لان الولد لابس جاكيت ضد الرصاص خلاص، ودخل على المدرسه. اول ما دخل المدرسه طخ اللي بيشوفه بقى، ولد بيلعب قام ضربه بالنار، ولد بيجري في الحوش قام ضربه بالنار، وهكذا بقى. ماسك بندقيتين وبيرش، قتل كام واحد؟ 19 طفل. 19 طفل على فكره انا مصدوم، اوعى تفتكر ان في حد يفرح في حاجه زي كده، ده يعني حادثه غير طبيعيه. وشاف اتنين مدرسين قام ضاربهم، فموت 19 طفل وموت اتنين مدرسين، 21 واحد اتضربوا بالنار وماتوا. طبعا الشرطه دخلت عليه موتته يعني، خد بالك اصل ايه، اصل متحدث باسم الشرطه يطلع يقول لك على فكره احنا اشتبكنا معاه ونتيجة لتبادل اطلاق النار قتلناه. كان مش صح، هما دخلوا صفوه، اصل دول عيال، انت عاوز ايه تاني؟ وبعدين هما اتعلموا من حادثة بتاعت بافلو. حادثة بتاعت بافلو دي اللي هو سوبر ماركت اللي فيه ناس بشرتها سمرة شوية، دخل عليهم ولد قتلهم، ولما جم يقبضوا عليه كان عاوز ينتحر انقذوه، بعد ما انقذوه مفيش اعدام في نيويورك فهياخد سجن مدى الحياة. فالناس دي بقى قال لك لا ده قتل اطفال، ده مش قتل اصحاب بشره سمراء بقى والناس واقفه في السوبر ماركت، اطفال ما لهمش ذنب، 10 سنين فقتلوا صفوه. وعلى فكره لما تيجي تبص على بيان الشرطه يقول لك ديسيس، مش مات موت عاديه، ديسيس مات، مش حتى بيقول لك ده نتيجه اصابه، مات. الحقيقه ان الحادثه دي تعتبر اضخم حادثه تحصل في امريكا من 2012، لان حصل برضه مذبحه في 2012، فتخيل 10 سنين، 10 سنين امريكا ما تعرضتش لمذبحه زي كده، اطفال يعني حاجه تدمي. الحقيقه في ردود افعال كتيره جدا، بس خد بالك ان الحادثه دي بيتم استغلالها سياسيا. ازاي بقى؟ اولا في غضب في الشارع الامريكي بشكل كبير، والرياضيين بيعلقوا، يعني مثلا انت عندك مدرب سله طلع يعلق على الموضوع ده زي ما حضرتك تشوف كده بالظبط. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California. And now we have children murdered at school. When are we going to do something?
I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for 2 years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. نفس الوقت خلي بالك ان جو بايدن كان عاوز يمشي في موضوع السلاح ده واستغل الحادثة بتاع بافلو دي عشان يوري ان الجمهوريين بيدعموا حمل السلاح في امريكا والكلام ده كله. فهو دلوقتي عاوز يستغل الموضوع ده. فبيقولك انا مش قادر اصدق ان احنا لحد دلوقتي مش عارفين نتغلب او نقف قدام الجان لوبي او اللوبي جان. يعني الناس اللي هي اللوبيات اللي بتدعم حمل السلاح. هو قصده هنا الجمهوريين يعني. شوية شوية وحيشير على ماجا او جماعة ترامب. سواء بياخدها واحدة واحدة. I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. I spent my career as a senator and a vice president working to pass common sense gun laws. We can and won't prevent every tragedy, but we know they work and have positive impact. When we passed the assault weapons ban, mass shootings went down. When the law expired, mass shootings الحقيقة ان الدنيا مقلوبة في امريكا لتغيير قانون السلاح. لان خد بالك الحوادث دي بتتكررش غير في امريكا فقط. يعني متسمعش عن اي حادثة من دي غير وتبقى عارف انها في امريكا. اوروبا ممكن يحصل فيها حاجات زي كده ممكن بس تبقى نوادر. انما في امريكا كل الناس معها سلاح. انا بقولك لسه تمم 18 ده ما طلعش رخصة. خد يا باشا الاسلحة وقام طالع. اشتراهم قانوني. وعلى فكرة بيان الشرطة بيقولك legally bought يعني هو اشترى البنادق. دي كانت حادثة جو بايدن عرف بيها وهو في الطيارة في طريق رجوعه من اليابان لأمريكا. 17 ساعة عمالين يقولوا له على الحادثة دي وبتاع. فطلع الراجل بقى ايه يقول الكلمتين. فدي حادثة تانية. حادثة تالتة مواضيع بتتفتح مع بعض. ترامب لحد دلوقتي ما اعلنش ترشحه للانتخابات بتاعة 2024. انتظارا ليه؟ انتظارا لانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الامريكي اللي هتحصل في نوفمبر. ليه؟ عشان ترامب مش عاوز يخسر تاني. مش عاوز ينزل انتخابات ويخسر. فبيجرب. والله لو انا عرفت ان انا ادخل النواب بتوعي اللي انا بدعمهم داخل الكونغرس الامريكي يبقى انا راجل محبوب وخلاص. هنزل قصاد بايدن ده وبهدله. مش راجل محبوب وماليش التأثير او النفوذ الكبير يبقى انا عندي مشكلة ومش هنزل الانتخابات. فلعب كبير. والانتخابات بتاع التجديد النصفي في الكونغرس دي مش انتخابات عادية تمام. الانتخابات تؤشر على انتخابات الرئاسة. فالحقيقة ترامب بيرشح نواب في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي ده. يجي يقولك الراجل ده مرشح تبع دونالد ترامب. مش تبع الجمهوريين. تبع دونالد ترامب. ففي انتخابات اسمها بري إلكشن او انتخابات اللي هي الاولية. فكل حزب بيعمل انتخابات داخلية كده يشوفوا مين اللي هيمثل الحزب ده. فدونالد ترامب كان بيدعم واحد اسمه ديفيد بيردن. ديفيد بيردن ده تبع ترامب. مرشحه لولاية جورجيا. نزل واحد قدامه في نفس الحزب اسمه تورن كيمب. الحقيقة في جورجيا تعتبر من الولايات الصعبة بالنسبة لدونالد ترامب لان دونالد ترامب خسر الولاية دي بفرق 11000 صوت. مش الفرق الكبير بس يعتبر ايه ولاية بتؤشر على شعبية دونالد ترامب. فالحقيقة ان مرشح دونالد ترامب خسر. المرشح المدعوم من دونالد ترامب خسر في الولاية دي. برغم ان دونالد ترامب له 5 مرشحين تانيين منهم لاعب كرة سلة نجح في ولاية تانية. ودونالد ترامب مجموع اللي تم ترشيحهم من قبله كسبوا في 5 ولايات. الا ان في ولاية جورجيا بالذات يعتبر التركيز بتاع الاعلام الامريكي لانها ولاية مهمة جدا وبيقولك ان ده اول هزيمة مباشرة لدونالد ترامب. وممكن لو الموضوع مشي كده وكل مرشحين دونالد ترامب ابتدوا يخسروا ممكن ما ينزلش انتخابات الرئاسة القادمة. فالحزب الديمقراطي بيحتفل بهزيمة مرشح دونالد ترامب او المدعوم من دونالد ترامب وشايفين ده نصر غير مباشر وهيأثر على دونالد ترامب وهتبقى ضربة كبيرة جدا. وطبعا التسويق بقى غير طبيعي ان دونالد ترامب معرفش يخلص ودونالد ترامب عنده مشاكل والكلام ده كله. دي حاجة تانية. اخيرا وليس اخيرا حليب الاطفال في امريكا. ايه اللي حصل في حليب الاطفال ومشكلة جت ازاي؟ بص بقى يا سيدي دلوقتي فجأة كده صحينا لقينا ان مفيش لبن في امريكا. اللبن المجفف ده مش موجود. ليه؟ امريكا تملك 4 مصانع لانتاج حليب الاطفال. فيهم مصنع كبير الماركت شير بتاعه او حصته من السوق كبيره مش صغيره. المصنع ده فيه 4 اطفال دخلوا المستشفى. اكتشفوا الحاجه الوحيده الكومن ما بينهم او الحاجه المشتركه بين الاربع اطفال دول ان هم بيشربوا نفس اللبن ده من نفس المصنع. قالك بس يبقى اللبن المجفف اللي جاي من المصنع ده وما ذكروش اسمه على فكره. محدش عارف يوصل انهي مصنع اللي قفل او انا ما عرفتش اتوصل يعني. يبقى المصنع ده عنده بكتيريا لان الاربعه عندهم نفس الاعراض وفي 2 منهم ماتوا. شوف الكارثه. قالك بس لا عندنا مشكله.
فطلعت بقى ايه الاف دي اي ومنظمات الصحه والكلام ده كله، قاموا طالعين على المصنع ورونا بقى ايه المنتجات بتاعتهم. مش بس كده، المصنع ابتدى يسحب المنتجات بتاعته من السوق بشكل كبير، فالماركت شير او الحصه السوقيه بتاعت المصنع ده فضيت فجاه، فالناس خافت وابتدى السوق يرتبك، لان فجاه كده السوق حصل فيه فجوه. حقيقه هيئه السلامه الامريكيه ومنظمات الصحه والكلام ده كله كشفوا على المصنع طلع ما فيهوش حاجه، فالمصنع حب يرجع المنتجات بتاعته تاني السوق، ما عرفش ليه. لان نتيجه الكوفيد او نتيجه لكورونا في مشكله في سلاسل التوريد، فالمصنع مش عارف يوزع المنتجات بتاعته زي الاول، عرف يسحبها ما عرفش يوزعها. بس الفجوه فضلت موجوده، المصانع الثلاثه الثانيه مش عارفين يغطوا الكميات، والفجوه اللي حصلت دي مش عارفين يغطوها. حصل ركه كبيره في امريكا. ايه اللي حصل؟ امريكا بتبعت قوات الجيش بتاعتها وطيارات العسكريه بتاعتها اوروبا تجيب لبن. جابوا منين؟ جابوا من المانيا الاول. الحقيقه اللي بيستغل الوضع ده مصانع دانون، ماشي. خد بالك دانون ده كبير جدا، ده بينافس نسلي في منتجات الالبان بالذات، فقال لك هنبعت 40,000 طن لامريكا، ماشي. واسمع بقى عشان الكلام هيفتح معانا فتحه حلوه. مش بس كده، انجلترا قالت لك لا احنا لها. عايز اقول لك ان المصانع بتاعت منتجات الالبان الجاف هتبعت كميات كبيره جدا من انجلترا هيودوها امريكا. يقال ان هتترد الفجوه دي في اوروبا. ما هو كله بيجري على امريكا يا باشا، ده على طول تاخد فلوسك وش، وانا لسه بقى هوزع لسوبر ماركت وحاجات زي كده. يقال ان ده ممكن يهدد مشكله توزيع الالبان في اوروبا نفسها. انا بقول لك الاخبار بتترد، ما هي الاخبار ايه مفتوحه هنا وهنا. فده اللي بيحصل في امريكا حاليا. امريكا استوردت لحد دلوقتي اللي طالع ان هم 70,000 طن جابوهم بطيارات عسكريه بسرعه، لان في كذا طفل في امريكا دخل العنايه المركزه لان هو ما لقاش لبن مجفف. فالامريكان مش هيسكتوا على حاجه زي كده، وعندهم مشكله كبيره. خلي بالك كل ده جاي مع انفاق متزايد على الحرب في اوكرانيا، مع المشكله بتاعت كورونا. نيويورك دلوقتي بتكلمك ان هم هيحطوا الماسكات تاني، الناس تحط ماسكات تاني الزامي، ما ينفعش تقلع الماسك، وده قانون برضو هيثير مشكله في امريكا ويقلل من هيبه الديمقراطيين. بس برضو الموضوع مش واضح، هل الحزب الجمهوري اللي هياخد مكان الحزب الديمقراطي في الكونجرس الامريكي هيكون تبع دونالد ترامب؟ هيكون الاعضاء المدعمين من دونالد ترامب ولا لا؟ بس كده او كده الحزب الديمقراطي فقد سيطرته على الكونجرس الامريكي، لان ده جه في الاخر الجمهوريين هم اللي هيسيطروا في الاخر. يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب اكون جبت لك معلومات تكون مفيده شويه. ويا رب نصر مصر، ويا رب نصر العرب، وتحيا مصر. سلام. يا محروسه بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السبع حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخيني ومن الخلق اللي بين اهاليك.